اخر ملف معايا في ترند ترند، وانتم متعودين دايما الملف ده بيبقى فيه اخبار جديده ومعلومات جديده وكواليس حصريه لحضراتكم. نروح لمنتخبنا الوطني، سافر بالامس الى الامارات، عنده مباراتين، هيلعب مع زامبيا يوم 12 اكتوبر بعد بكره ان شاء الله الخميس، وفي نفس اليوم ده على فكره هيبقى فيه قرعه كاس الامم، يعني اكيد المنتخب بعد المباراه على طول هيستنى ويتفرج على القرعه عشان يعرف منتخبنا هيكون مين معاه في المجموعه في كاس الامم. كمان مباراه ثانيه مع الجزائر، ودي مباراه قويه جدا يوم 16 اكتوبر، وبالتاكيد مباراتين يعني على المستوى الفني اكيد روي فيتوريا هيستفيد منهم بشكل كبير جدا. المباراتين دول جايين في اطار الاستعداد لتصفيات كاس العالم، لان احنا عندنا في شهر 11 مباراتين في تصفيات كاس العالم، فهتبقى فرصه طيبه ان روي فيتوريا يتعرف على عناصر جديده، تشكيل معين ممكن يبقى فيه ثبات خلال الفتره اللي جايه، يشوف مدى نقاط القوه والضعف لما يلعب مع مدارس جديده. يمكن لعب مع تونس في الاجنده اللي فاتت في شهر 9، كويس انه يلعب مع الجزائر في الاجنده اللي جايه في شهر 10، ده مهم جدا. تونس والجزائر من الفرق اللي بتسبقنا في التصنيف، فمهم جدا تلعب مع تونس والجزائر والمغرب خلال الفتره اللي جايه. طيب مزيد من التفاصيل، اطير بسرعه الى الامارات وتحديدا في مدينه العين باماره ابو ظبي مع الزميل العزيز محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. مراد مساء الفل وحمد لله على السلامه. مساء الفل عليكم محمد، وكل سنه وانت طيب وبخير. وانت طيب دايما يا رب. بيك وكل مشاهدينا في القناه. اخر اخبار منتخبنا، هل صلاح انضم اليوم لمعسكر المنتخب؟ الترتيبات الخاصه بمباراتي زامبيا والجزائر. بالفعل النهارده الحمد لله المنتخب مكتمل الصفوف، صلاح انضم صباح اليوم، ونفس الامر احمد كوكا انضم برضو، اللعيبه كلها جاهزه، المحترفين كلهم انضموا، مرموش انضم متواجد امبارح بس ما شاركش في التدريب، جه بعد التدريب. اللعيبه كلها الحمد لله يعني سليمه، كانت الناس عايزه تطمن على مرموش واحمد سامي، ده الحمد لله الناس سليمه باستثناء بس اصابه امام عاشور، كنا طبعا قصدي باستثناء انه يبقى يعني سليم ويرجع تاني ويشارك، كنا نتمنى يبقى موجود في منتخب مصر. اللعيبه من اللعيبه اللي ماشيه بمستوى كويس جدا وظهر بمستوى كويس جدا الفتره اللي فاتت. تدريب محمد هيبقى الساعه 7 بتوقيت الامارات، يعني 6 مصر. الماتش هيبقى 8 بتوقيت الامارات، 7 بتوقيت مصر على استاد هزاع بن زايد في العين، و7 طبعا واستاد هزاع بن زايد استضاف ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري. الحقيقه اللي يعني الاستعداد كلها كويسه، الناس كلها جاهزه، اللعيبه كلها مستعده، ماتشين صعبين سواء ماتش زامبيا او ماتش الجزائر، ودول اخر بروتين طبعا قبل استعدادك بقى لتصفيات المؤهله لكاس العالم، وبعد كده هم افريقيا في شهر 1. الترتيبات كلها الحمد لله ماشيه بشكل كويس، مجلس ابو ظبي الحقيقه موفر بالتنسيق مع الشركه المتحده للرياضه واتحاد الكوره، المعسكر ماشي بشكل كويس، صلاح زي ما قلت لك انضم النهارده وهيشارك النهارده في التدريب ان شاء الله. وفي الاخر يعني ان شاء الله نتمنى ان المنتخب يحقق ويظهر بمستوى كويس، وعندك يعني ماتش صعب طبعا، ماتش زامبيا من الفرق القويه في افريقيا الفتره الاخيره طبعا، والجزائر يعني طبعا منتخب من المنتخبات القويه وبطل افريقيا 2019، هتبقى تجربه قويه وتجربه مفيده، لكن مستر فيتوريا يعني جاهز ان شاء الله، واللعيبه تبقى سليمه والقوام الاساسي يبقى موجود، ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. النني وتريزيجيه جاهزين، يعني انا فاكر المعسكرات اللي فاتت ما كانوش موجودين بسبب الاصابه، هل ممكن نشوف النني وتريزيجيه في المباريات اللي جايه زامبيا او الجزائر؟ تريزيجيه سليم وجاهز 100% وشارك في ماتشات مع فريقه في الدوري التركي وظهر مصاب. الحقيقه تريزيجيه من اللعيبه اللي عندها يعني ثقه لاصحابها، طبعا عندها اصرار ان هم بيرجعوا بسرعه في الوقت، من اللعيبه اللي بتحب معسكر منتخب مصر، فتريزيجيه جاهز وجاهز بنسبه 100% وان شاء الله يتالق قعدته ويبقى مؤثر ان شاء الله في ماتشين زامبيا والجزائر. نفس الامر النني عاد لفريقه وتدريبات فريقه من فتره طويله، طبعا كان عنده اصابه قعد 4 أو 5 شهور، لكن هو اللعيب سليم وجاهز، والحقيقه الجهاز الطبي الدكتور محمد العلاوي بيتواصل باستمرار مع الجهاز الطبي اللي في نادي ارسنال والحاله اليوميه للنني، فاللاعب يعني ان شاء الله جاهز، من يعني لعيب من لعيبه اصحاب الخبره الكبيره في منتخب مصر، ووجوده طبعا هيديك قوه وان شاء الله يبقوا مؤثرين زي ما احنا متعودين منهم في الماتشات اللي جايه للمنتخب باذن الله. مباراتي زامبيا والجزائر هيديرها طاقم تحكيم اماراتي ولا ممكن يتم استخدام حكام من خارج الامارات يا محمد؟ لا هو ماتش زامبيا معلومه ان هو طاقم تحكيم اماراتي يا محمد هو اللي هيقود الماتش بكره، ويبقى الماتش فيه فار، كان في اجتماع فني النهارده
وزي ما انت عارف منتخب مصر لعب بالتيشيرت زامبيا بالتيشيرت الاخضر، وتم الاتفاق ان هيبقى فيه فار بكره يوم الماتش يوم الخميس، وطاقم تحكيم اماراتي هو اللي هيدير الماتش ان شاء الله ماتش زامبيا. بإذن الله. طيب القرعة، أنت بعد ما تخلص ماتش زامبيا على طول هتستنى وتتفرج على القرعة، هل في حد من الجهاز الفني هيسافر يحضر القرعة في كوت ديفوار ولا هتتابعوها بس من خلال الشاشات؟ لا طبعا هيبقى صعب، انت عندك ماتش يوميها يا محمد، فصعب طبعا يبقى في حد موجود سواء بقى مدير فني او مدير اداري رايحك، لكن خلاص هتابعها عبر الشاشات، وان شاء الله يعني ايا إن كان انت اللي بيحاول ياخد اللقب او البطوله، ما بيشوفش بقى مين معاه في المجموعه ومين هيقابل دور 16 المنتخب او الجيل ده وصل لأمم افريقيا نهائي امم افريقيا مرتين 2017 و2023 2021 اسف، ان شاء الله 2021 باذن الله يبقى الثالثه ثابته باذن الله بإذن الله ويوصلوا النهائي ويفوزوا باللقب في كوت ديفوار. إن شاء الله بإذن الله. الزميل العزيز محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا من الإمارات عشان يدينا تفاصيل خاصة باستعدادات منتخبنا في معسكر المقام حاليا في مدينة العين في أبو ظبي. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا، واطمأنين على حالة اللاعبين، وجود صلاح وانضمام صلاح، جاهزية النني، جاهزية تريزيجيه، يا رب قريب كده على كأس الأمم كمان نتمنى يا رب يكون أحمد حجازي موجود، لو تواجد مع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية أعتقد ممكن يكون موجود مع منتخبنا في كأس الأمم في الكوت ديفوار بإذن الله، والقرعة هتبقى يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة هنعرف مجموعة مصر في قرعة كأس الأمم الإفريقية.